السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم جميعا. اليوم إن شاء الله هنقدم معكم أروع شباكية تجي شكلا ومذاقا ناجحة 100%، هشيشة بديدة ومعلقة. بقاو وشوفوا معايا المقادير. هنحتاج 2 معالق ديال النافع غير مصهدين ومطحونين مزيان، 2 معالق ديال حبة حلاوة، 2 معالق ديال القرفة، شوية ديال المسكة الحرة، هنا عندنا ضامة البنة، عندنا زعفران شعرة، هنا درنا 1/2 كاس ديال الماء وضفنا 1/4 كاس ديال الخليط، 1/4 كاس ديال الماء زهر، 1/2 ديال اللوز مطحونين مزيان ومغربلين، 1/2 ديال الجنجلان مطحون مزيان. هنا خلطنا 1/2 زيت الزيتون و1/2 زيت النباتية، وعندنا 1/4 قل 1/4 ديال الزبدة المذابة حتى تاخد هاد اللون البني. نبدأ على بركة الله. هنحتاج 2 كيلو ديال الطحين الممتاز ديال الحلويات، ضروري يكون مغربل. هنخلطوه مع هاد المكونات اللي ذكرنا من قبل، 2 معالق د النافع، 2 معالق د حبة حلاوة، 2 معالق د القرفة، و1/2 ديال اللوز ضروري تكون مطحونة ومغربلة باش ما تقطعش لكم العجينة، 1/2 ديال الزنجلان مطحون مزيان باش تجيكم هاد الشباكية من السما، ضروري من هاد المكونات، شوية ديال المسكة الحرة ضفناها مع سكر كلاصي، تنخلطو هاد المكونات مزيان تنضيفو الخميرة الكيماوية 8 غرام، بالنسبة للبنات اللي تقال في الخدمة بلا ما تضيفو خميرة الحلويات. هنا هنضيف 1/2 ديال الزيت، و1/2 ديال الزبدة المذابة، وتنخلطوا المكونات مزيان حتى تنحصلوا على خليط مرمل على هذا الشكل. هذا وهنضيف 1/2 كاس ديال ماء الزهر مع زعفران شعفرة، وهنزيد 1/2 كاس ديال الماء مع ضامة البنة، وهنجمعوا هاد المكونات. خاص تكون العجينة قاسحة ما تكونش مرخوفة. هنا بعد ما جمعناها تنقطعوها قطع صغار، عاد تندلكوها على شكل مسمن. بالنسبه للعجينه ما تندلكوهاش بزاف، غير تنجمعوا هذوك المكونات بعد ما دلكناهم على شكل مسمن، درتهم في بلاستيكه خليتهم يرتاحوا.
وكنمشي للعجينة الأولى تنطلقوها على هذا الشكل، وتنبقاو تنشكلوها على هذا الشكل هذا. تنتمنى تجربوها حيت صراحة تستحق التجربة، وردوا عليا في التعاليق، راه ناجحة 100%، غير جربوها، راه ساهلة، وحتى البنات كاع اللي ما عمرهم ما داروها هي اللي جربوها، وإن شاء الله غادي تنجح معاهم، وبالصحة والراحة.